دائما مع احمد بلاغ على القناه ديال احمد بلاغ. ثلاثه ديال التمارين، ثلاثه الجولات، ثلاثه التمارين، ثلاثه الجولات، كل تمرين فيه دقيقه. اذا درتي ثلاثه التمارين هادو، كل تمرين فيه دقيقه، يعني ثلاثه دقائق كل تمرين، يعني تعطيك 9 ديال الدقائق زائد دقيقه ديال الراحه ما بين تمرين وتمرين، هي 12 دقيقه كافيه يوميا بالنسبه للعضلات ديال الكتفين والذراعين، وايضا العضلات ديال البطن اللي تحت البطن. تبع معايا هاد التمارين، ديرهم بشكل يومي، غادي ديفلوبا في الجسم ديالك. يلا نبداو.